أهلا بكم إلى الساعة الثانية من العالم الليلة. نبدأ بأبرز العناوين. طهران تودع رئيس مراسم الوداع الأخير. تصل طهران وتتواصل في تبريز وقم. وفاة رئيس قد تشعل السباق في إيران وتفتح باب المنافسة على خلافة خامنئي. بعد أوامر الاعتقال قرار الجنائية الدولية بخصوص قادة إسرائيل يستنفر أمريكا. وبلينكين يؤكد نعمل مع الكونغرس على رد مناسب. زيلينسكي للعالم أنا الرئيس. فبعد انتهاء ولايته الرئاسية موسكو تصرح زيلينسكي لم يعد رئيسا لأوكرانيا. وللمرة الأولى في فرنسا محاكمة غيابية لمسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بأشكال وطرق مختلفة. في مراسم الوداع الأخير بدأت مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه، حيث وصل اليوم جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه إلى طهران في سياق مراسم التشييع التي تنتهي يوم الخميس بمراسم الدفن. وكانت قد بدأت صباح اليوم في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب إيران مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني. وستستمر مراسم التشييع هذه لعدة أيام لتنتقل بعدها إلى العديد من المدن الإيرانية بدءا من تبريز مرورا بقم وبرجند وطهران وصولا إلى مشهد حيث سيتم الدفن. وأعلن مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التنفيذية محسن منصوري أن مراسم التشييع ستقام بمدن تبريز ثم مدينة قم قبل الانتقال إلى طهران، بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى في مسقط رأسه مدينة مشهد. على جانب آخر، أفادت وكالة رويترز بأن مجلس خبراء القيادة في إيران حذف قبل نصف عام إبراهيم رئيسي من قائمة المرشحين لخلافة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. هذا ما يدفع طبعا للتساؤل حول من سيكون إذن خليفة المرشد الأعلى روان، ولماذا بالأساس اتخذ هذا القرار وهذه الخطوة بحذفه. راوية وكالة رويترز اعتمدت على مصدرين مقربين من مجلس خبراء القيادة، والذين عزوا تلك الخطوة إلى تراجع شعبية رئيسي وتدهور الوضع الاقتصادي في فترة رئاسته. وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تشعل السباق وتفجر المنافسات على خلافة خامنئي، هذا بالطبع وفق ما توقعه خبراء. حسب رويترز فالآن يتعين على أنصار رئيسي من اليمين تحديد مرشح جديد، خاصة أن وفاته تثير الاضطراب في خططهم وسط بدء المنافسات داخل معسكر المحافظين حول من ستكون له الكلمة العليا في شؤون إيران بعد رحيل المرشد الأعلى. لم يدعم خامنئي تأييد خليفة معين، لكن مراقبين يقولون أن رئيسي كان أحد اسمين تردد ذكرهما كثيرا، وهو الابن الثاني لخامنئي مجتبى الذي يعتقد بأنه يتمتع بنفوذ في أروقة السياسة ودهاليزها الخلفية. لكن مصدر إيراني مقرب من مكتب خامنئي قال أن المرشد الأعلى أبدى معارضته لترشيح ابنه لأنه لا يريد أن يرى أي عودة إلى نظام الحكم الوراثي، وهو أمر وفقا لخبراء سيقضي على فرص كل من مجتبى وعلي الخميني حفيد مؤسس الجمهورية. بينما قال مسؤول إيراني سابق أنه من المتوقع الآن أن تكثف الجهات صاحبة النفوذ مثل الحرس الثوري ورجال الدين المؤثرين في قم جهودها لتشكيل العملية التي يتم من خلالها اختيار المرشد الأعلى المقبل، خاصة مع حالة من عدم اليقين التي تحيط بقائمة خلافة خامنئي. ننتقل الآن لنناقش كل هذه النقاط مع ضيفينا من طهران، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح،
صادقيان، ومن واشنطن الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد، يعني نتحدث الآن عن أقل من 50 يوما لاختيار بديل لرئيسي، ما الضغوطات التي تمارس الآن على السلطة السياسية الإيرانية وأيضا على الأحزاب لإنجاز هذا الاستحقاق في هذا الوقت القياسي؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. حقيقة هذا هو الاستحقاق الأخير من عملية تبادل السلطة التي تريدها السلطات الإيرانية أن تكون سلسة، وبالتالي نحن نتحدث عن الاستحقاق الأول، وهو تنصيب الرئيس المؤقت للجمهورية، وهذا تم بعد ساعة أو في اليوم الأول من إعلان تحطم الطائرة واستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. هناك استحقاق ثاني تم بتشكيل اللجنة الثلاثية التي ضمت الرئيس المؤقت ورئيس البرلمان مع رئيس السلطة القضائية، والذي تم أولى قراراتها تعيين تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 من حزيران يوليو القادم. هناك استحقاق الثالث، وهو معرفة نتائج تحقيق أسباب تحطم الطائرة الهليكوبتر الرئاسية، والاستحقاق الأخير هو إجراء هذه الانتخابات. أنا أعتقد بأن هذا الاستحقاق الأخير مهم جدا. نعم. بالنسبة للوضع الداخلي الإيراني، لأنه يحدد المسؤول التنفيذي الأول، وبطبيعة الحال تصورات الرئيس تؤثر كثيرا على معالجة أو آلية معالجة المشاكل الاقتصادية، المشاكل السياسية، الأمنية، الاجتماعية، إضافة إلى تصور الرئيس حول علاقات إيران الخارجية. عن هذه العلاقات الخارجية أسأل ضيفي من واشنطن دكتور عقيل. إيران ودعت طبعا رئيسها وسط تشديد على الاستمرارية في السياسات العامة للبلاد، ولكن هناك تساؤلات جدية تطرح، هل سيكون هناك تغير في السياسات الداخلية والخارجية في خضم ملفات معقدة عديدة، أبرز الملف النووي الإيراني، العلاقة مع الغرب، العلاقة مع دول الخليج، ما رأيكم؟ شكرا على هذه الاستضافة. أولا تحية لك ولضيفك من طهران. يعني أولا السياسة الإيرانية الإقليمية الخارجية عموما يديرها الحرس الثوري، وهذه مؤسسة ليست تابعة لرئاسة الجمهورية، وإنما تدار من مكتب المرشد الأعلى. بخصوص الملف النووي، عمليا مهمة الرئاسة هي تنفيذ السياسات العامة التي تقع ضمن اختصاص مكتب المرشد الأعلى، فأنا لا أعتقد أنه يعني سيحصل تغير في هذه الأشياء. ربما التغير الأساسي والمهم هو المعادلة الداخلية في يعني في إيران، بخصوص منصب المرشد الأعلى، بخصوص المعسكر المتشدد أو المحافظ من المحافظين بمعنى رئيسي، هو كان ربما من أكثر المحافظين محافظة، عليه إجماع، شبه إجماع، ليس إجماعا كاملا، مؤسسات الدولة عموما يسيطر عليها المحافظون، مجلس صيانة الدستور. نعم. مجمع تشخيص مصلحة النظام، البرلمان، الرئاسة وما إليه. فالآن هل ستنتهي أو ينتهي جزء من هذه السيطرة عبر انتخابات رئاسية؟ يفترض أنه الدولة الإيرانية تحاول اجتذاب الإصلاحيين إليها. عن نقطة الإصلاحيين ومشاركتهم دكتور عقيل سنتحدث، ولكن الرئيس رئيسي كان يوصف بحامي حركات المقاومة، معلوم بأنه إيران تدعم حزب الله في لبنان، تدعم الحوثي في اليمن، هل سيتغير ذلك؟ لا أعتقد أن هذا يتغير، هو منفذ لهذه السياسات ويدعمها سياسيا. حقيقة الدعم الأمني هو يمر عبر يعني فيلق القدس في الحرس الثوري، فأنا أعتقد أنه أي رئيس يأتي لا يستطيع أن يغير هذه السياسة. روحاني في وقته كان بعيد عن هذا الجانب السياسي لأنه لم يكن محافظا، وليس بالضرورة كان داعما لمحور المقاومة رغم عدم وجود إعلانات رسمية له، لكنه كان واضحا أنه يعني لا ينتمي إلى هذا الجزء من يعني من السياسة الإيرانية. تأثير الرئيس على هذا الجانب يكاد يكون معدوما.
نعم دكتور محمد صالح، هل ستعطى فرصة للإصلاحيين للمشاركة بعدل في هذه الانتخابات أم سيكون هناك فرق بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ حقيقة هذا هو سؤال مهم، وهو يعني يتطلع له الشارع العادي والمواطن العادي، يتطلع إلى مشاركة سياسية فعالة من كل الاتجاهات في السباق الرئاسي، حتى تتنوع التصورات والبرامج التي تطرح من قبل المرشحين للمواطنين الإيرانيين. وبالتالي هناك نقطة مهمة، لأن الإصلاحيين هم الذين يسيطرون حاليا على تقريبا أكثر مراكز القرار في إيران، لكن واستبعاد في مثل هذه الأجواء تم استبعاد التيار الإصلاحي والأحزاب الإصلاحية. لكن السؤال هنا، هل إن الإصلاحيين سوف يستطيعون من تقديم مرشحهم ويشاركون بجدية في هذه الانتخابات؟ المؤشرات الأولية تدل على رغبة الإصلاحيين في الدخول في هذا السباق الانتخابي بقوة وبحزم وبتقديم شخصيات معتدلة يمكن أن تلاقي رضا الشخصية المعتدلة التي يمكن أن تكون اسما منافسا المرشحين. من الاسم الإصلاحي الذي يمكن أن ينافس بجدية برأيكم؟ هناك عدة شخصيات الآن مطروحة، لكن اليوم حقيقة سمعت اسم، ربما هذا أنا يعني أذكره لأول مرة، هو مجيد أنصاري. مجيد أنصاري هو إصلاحي، ومن القريبين إلى الرئيس محمد خاتمي إلى الإصلاحيين، وهو إصلاحي حزبي وليس هو يميل للإصلاحيين، وإنما هو إصلاحي حزبي. اليوم طرح هذا الاسم. مجيد أنصاري هو كان عضو بالبرلمان، عضو في مجلس كبراء القيادة، وهو من القيادات الشابة في الحركة الإصلاحية. أعتقد بأنه إذا ما تقدم للسباق الرئاسي يمكن أن يرضى بقبول مجلس صيانة الدستور الذي ينظر بصلاحية المرشحين، لكن هناك إلى جانب ذلك هناك علي لاريجاني، وهو محسوب على المحافظين الأصوليين، لكنه معتدل تحظى تصوراته وأفكاره، نعم، تحظى بقبول من قبل التيار الإصلاحي. ربما إذا تم يعني ترشيح علي لاريجاني، أعتقد بأن الإصلاحيين سوف يدعمون ترشيحه في السباق الانتخابي. ضيفي العزيزين، كشف مدير مكتب الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مقابلة تلفزيونية عن تواصله مع ممثل خامنئي في محافظة أذربيجان الشرقية بعد سقوطها بثلاث أو أربع ساعات، والذي كان أحد ضحايا حادثة المروحية. نستمع وأعود إليكما. أدرسي مشخصة شيء ما بتونيم بيايم. سألت عبر الهاتف أين أنت؟ قال لا أعلم، مضيفا أنه كان تحت الأشجار ولا يوجد أحد حوله، وأعطانا أيضا خصائص الغابة والأشجار، فاتضح لنا على الفور أن مروحية الرئيس تعرضت لحادث، وحددنا مهمتنا بغية الوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن، حتى إذا كانت هناك حاجة للإنقاذ نقوم بذلك. لقد تحدثت معه ثلاثة أو أربع مرات، وكان زملاؤنا الآخرون أيضا على اتصال متكرر به حتى بعد ثلاث أو أربع ساعات من وقوع الحادث. دكتور عقيل، يعني حسب كل المعطيات التي أعلنت رسميا أو التحليلات والسيناريوهات المتداولة، ما تفسيركم للحادثة التي وقعت؟ يعني هذا كلام غريب جدا. هو طبعا يعني تم الحديث عنه، أشير إليه في اليوم الأول، وكان جزء من فوضى التصريحات. حقيقة كانت هناك فوضى التصريحات بخصوص ما حصل. الطائرة يعني يبدو أنها احترقت، أما في الجو أو عند الاصطدام، وبالتالي فإنه يعني الذين فيها ماتوا بسرعة. من أين جاء موضوع هذا الحديث؟ يعني لا نعرف. هناك من يقول طبعاً هو أداء الدولة الإيرانية في الساعات الأولى، حقا في العشر ساعات الأولى، يعني كان أداء مخيباً فوضوياً. يعني هناك إعلان عن ضياع طائرة الرئيس فيما لم تكن إيران تحتاج أن تعلن عن الأمر، وإدخال العالم في ترقب، طلب مساعدة من الولايات المتحدة، طلب مساعدة من تركيا، فيما بعد الهلال الأحمر الإيراني يقول لم نطلب أي مساعدة.
ثم في آخر المطاف يعني تعثر على الطائرة. فكل هذا يعني كل هذا صناعة الترقب والتصريحات المتناقضة يعني كان بالإمكان إدارتها على نحو مختلف، عدم إعلان أي شيء إلى أن يتم الوصول إلى الطائرة وبعدها يعلن كل شيء مرة واحدة. يعني هناك شيء لافت في طريقة إدارة هذه الأزمة يعني على مدى 12 ساعة، يعني كانت طريقة فيها الكثير من الفوضى، فيها الكثير من التناقض. وأعتقد يعني هذا الكلام الذي يعني بث أيضا في اليوم الأول هو دليل على هذه الفوضى. يعني ثم من يكذب، يعني كيف يكون يعني المحافظ أذربيجان الشرقية حيا فيما المعطيات واضحة الآن ومؤكدة أنه الرجل قتل في الحادثة يعني في الدقائق الأولى، أما الطائرة احترقت في السماء أو احترقت عند اصطدامها بالأرض. يعني السلطات الإيرانية تحتاج أن تجيب، وربما التحقيق الذي يعني أمر به الحرس الثوري تفسير دكتور محمد دكتور عقيل لهذه الفوضى في المعلومات، في الإعلان عن النتائج أو حتى بكل ما سرب، كيف تفسره دكتور محمد وكيف يعني تعاطى معه الشارع الإيراني وأثر عليه أيضا؟ أنا أفصل بين المعلومات التي توفرت عند القيادة الإيرانية والمعلومات التي تحدثت بها إعلاميا. ما تسرب للقيادة الإيرانية وللمعنيين بالأمر هم تيقنوا من أن هناك حدث، هناك اصطدام طائرة وحدث ما لا يمكن تصوره، وهي صدمة يعني بالفعل كانت صدمة للوضع الإيراني بشكل عام. لكن عندما يجتمع مجلس الأمن القومي الأعلى بعد 3 ساعات من فقدان الاتصال بالطائرة، يجتمع اجتماعا طارئا في مقر إقامة المرشد الإيراني الأعلى، وبعد ذلك ويدرسون الأمر، وبعد 3 يعني هذا الاجتماع حدث بعد 3 ساعات، وبعد ذلك صرح المرشد الإيراني الأعلى الإمام علي خامنئي، صرح بتصريح، أنا استمعت إلى هذا التصريح بشكل مباشر وقلقت أيضا هذا، وقلت للعربية في حينها بأن تصريح المرشد مقلق. لماذا هو مقلق؟ لأنه طمأن الشارع الإيراني وكأنه يعلم شيء، أو وكأن مجلس الأمن القومي الإيراني يعلم شيء. طمأن الشارع الإيراني والمواطنين الإيرانيين، قال لهم بأنه لا تقلقوا، الأمور كلها تسير بشكل جيد، الأجهزة الحكومية تعمل بشكل جيد، ولا يوجد هناك قلق لا للمجتمع الإيراني ولا للاقتصاديين ولا لرجال الأعمال ولا البنوك ولا للسياسيين والأحزاب السياسية، وإن شاء الله يرجع لنا السيد إبراهيم الرئيسي. هذا التصريح كان بعد 4 ساعات من فقدان الاتصال بالطائرة المنكوبة. معنى ذلك بأنه هو أولا طمأن الشارع الإيراني وهيئهم لسماع ما لا يمكن سماعه أو ما يتخوف من سماعه، وبالتالي إلى أن عثر على حطام الطائرة يبدو بأن الوضع كان واضحا عند القيادة الإيرانية وعند الحكومة الإيرانية، كان واضحا من تحطم هذه الطائرة. لكن الإعلان عن تحطم الطائرة تأخر إلا عندما تم العثور على حطام الطائرة، وهو الذي استغرق ربما أكثر من 10 ساعات استغرق البحث عن حطام الطائرة بسبب الأوضاع الجوية الموجودة. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن هناك إدارة جيدة، انتقال سلس للسلطة، لم تكن هناك انذار معين، حالة طارئة يعيشها البلد، يعني الشوارع، الوضع العام في إيران وضع طبيعي جدا، وبالتالي يعني أعتقد بأن هذا التخبط في الإعلان إعلاميا أعتقد بأنه طبيعي بسبب حجم الكارثة. نحن نتحدث عن استشهاد أو مقتل رئيس جمهورية ووزير خارجية، وبالتالي شيء مهم جدا، ربما هو أثر عاطفيا على الوضع أو المشهد الإيراني بشكل عام. من طهران دكتور محمد صالح صادقيان، وأيضا من واشنطن الدكتور عقيل عباس، شكرا لكما. مردم بخاطر روزو مردم سلام علیکم.
عادة ما يكون نظام الحكم ملكياً أو جمهورياً أو برلمانياً، أما في إيران فنظام الحكم فريد معقد، يكون المرشد الأعلى فيه الآمر الناهي، يمثل السلطة العليا ويمتلك صلاحيات مطلقة للفصل في كافة شؤون الدولة، وهو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية وصاحب السلطة المباشرة على الأجهزة الأمنية. النظام السياسي الإيراني يرتكز على عدد من المؤسسات المتداخلة والمترابطة بطابع حكم ديني ديمقراطي، ومع مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق المرافق له بحادث طيارة مفاجئ، تواجه إيران فراغاً مفاجئاً في منصب الرئاسة. من المفترض أن تتم المرحلة الانتقالية بسلاسة. يتولى النائب الأول للرئيس، وهو في هذه الحالة محمد مخبر، مهام الرئيس ومسؤولياته بتخويل المرشد الأعلى علي خامنئي ومباركته، وبناءً على نص دستوري صريح، إلى حين انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوماً. مطمئن بوشان، تأكدوا أنه لن يكون هناك أي تعطيل في إدارة البلاد، والمسؤولون ينشغلون بعملهم بقوة بعد سماعهم خبر الحادث، وقد قدمنا لهم التوصيات اللازمة، وشؤون البلاد تسير بانتظام، سواء أمن البلاد أم أمن الحدود، وكذلك بقية الأعمال التي ينبغي القيام بها من قبل السلطة التنفيذية على المستوى الوطني. ورغم أن الفترة الانتقالية تبدو بحساب الأيام قصيرة، فإنها بخصوصيتها الإيرانية قد تكون بالغة الدقة والحذر محلياً وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبفعل عدم وجود علاقة لأي من القوات المسلحة مع الحكومة فلن يكون هناك تغيير أو تأثير على الصعيد العسكري والأمني. ورئيس الجمهورية هو أعلى مسؤول سياسي والرئيس التنفيذي في النظام الإيراني، لكن منصب الرئاسة يظل ركناً محدوداً بوجود المرشد الأعلى، وينتخب لفترتين رئاسيتين كحد أقصى. مستمرون معكم، ولدينا بعد الفاصل قرار الجنائية الدولية بخصوص قادة إسرائيل يستنفر أمريكا، وبلينكين يؤكد نعمل مع الكونغرس على رد مناسب. زيلينسكي للعالم أنا الرئيس، فبعد انتهاء ولايته الرئاسية موسكو تصرح زيلينسكي لم يعد رئيسا لأوكرانيا. أهلا بكم من جديد. للمرة الأولى تسعى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مسؤولين بارزين في دولة تعتبر حليفة رئيسية للولايات المتحدة الأمريكية. فالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يسعى إلى إصدار أوامر قبض بحق قادة في حركة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بالإضافة إلى المسؤولان البارزان في الدولة الحليفة لأمريكا إسرائيل، وهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالنت. جميع تلك الشخصيات تجمعها اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب التي تلتها على غزة. طبعا قرار المحكمة الجنائية التي تمثل لكثيرين الملاذ الأخير لتحقيق العدالة لا زال يستجلب الكثير من ردود الأفعال، آخرها تصريح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي عبر خلاله عن سعادة الإدارة الأمريكية بالعمل مع الكونغرس لصياغة رد، وصفه بالمناسب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى طبعا لإصدار أوامر اعتقال منها ما هو بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، رغم أن واشنطن وتل أبيب ليستا عضوتان في الجنائية الدولية، لكن نواب جمهوريون هددوا بأن الكونغرس يراجع خياراته بما فيها مشروع معاقبة المحكمة الجنائية الدولية في حال التحقيق مع مواطنين أمريكيين أو حلفائهم. طبعا أسألك حنان، لماذا أو على ماذا استند المدعي العام في المحكمة الجنائية بطلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق تلك الشخصيات؟
المدعي العام راوية قال إنه استند إلى الأدلة التي جمعها مكتبه، مضيفا أنه يمتلك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخصيات المذكورة تتحمل المسؤولية الجنائية عن حرائب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، خاصة في قطاع غزة، اعتبارا من 7 أكتوبر الماضي. ولكن بعد تحرك الجنائية الدولية وتحرك كريم المدعي العام بشأن المسؤولين في إسرائيل وقادة حماس الثلاث، الآن أبرز، هناك تبعات طبعا لهذا الموضوع، أبرزها تقييد حركة الأشخاص الصادرة بحقهم، فالدول المواقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة وعددها 124 دولة ربما تتردد في استقبالهم. ووفق الرأي القانوني الدولي، فيمكن للدول المواقعة على الاتفاقية أن تعتقل الأشخاص الذين تصدر بحقهم مذكرة اعتقال عن المحكمة الجنائية وأن ترسلهم بدورها إلى المحكمة ذاتها، بالإضافة إلى المزيد من التعقيدات بشأن توريد الأسلحة لإسرائيل من حلفائها الغربيين مع الأدلة على ارتكابها جرائم وفق الغارديان. وقد يتم الضغط بشكل أكبر على واشنطن لتضغط بدورها على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة. أما من جهة حركة حماس، فالتخمينات أن السنوار والضيف مختفيان في أنفاق تحت غزة، وبخصوص هنية فهو مقيم خارج قطاع غزة وزياراته محدودة لدول بعينها، مع الأخذ طبعا بعين الاعتبار أن أمر القبض لو صدر قد يحرج أي بلد يستضيف هنية وفق مراقبين. إليك راوية. شكرا لك حنان. هذا يعني أن الكل متأهب بعد قرار الجنائية الدولية، لكن ماذا نعرف عن المحكمة والدول التي تعترف بها يا مولود؟ المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في مدينة لاهاي الهولندية في يوليو عام 2002 كأول محكمة مستقلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، تعمل على إتمام دور الأجهزة القضائية الوطنية عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على ذلك. وأقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة هي السجن مدى الحياة، ويمكن للجنائية الدولية البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي تلك الدول بواسطة أطراف أخرى. هناك 124 دولة عضو بالمحكمة، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 180 مليون دولار، ويمكن لها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء التي تقع على أراضي تلك الدول بواسطة أطراف أخرى. لكن دولا أخرى ككبرى أيضا مثل الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، وكذا إسرائيل، ليست عضو فيها وترى أنه يمكن استغلالها في محاكمات ذات دوافع سياسية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيويورك مدير مكتب العربية طلال الحاج. أهلا بك طلال. يعني قرار الجنائية الدولية هل هو ملزم؟ هل هو قرار نهائي؟ نعم، هو ملزم لجميع الدول الأعضاء في هذه المحكمة، أي الدول الموقعة على نظام روما التي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية عام 2002. كريم خان كما لاحظنا في طلب إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة التمهيدية، لاحظنا أنه لم يستثني احتمال توجيه مزيد من التهم مثل الإبادة الجماعية، وترك هذا الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال حال قررت محكمة العدل الدولية التي تنظر في جرائم الإبادة التي تتهم جنوب أفريقيا بها إسرائيل، في حال أصدرت قرارا بالفعل بأن هذه الجرائم ارتكبت في غزة، في ذلك الحين سوف يقوم كريم خان لكونه المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بإضافة مزيد من التهم إلى المتهمين الخمسة في هذه الحالة. لابد من القول أنه هناك 17 مذكرة اعتقال صدرت بموجب أشخاص في هذه الآونة في هذا اليوم، ولكنهم لم يسلموا أنفسهم أو يسلموا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. المتهمين الخمسة الآن الذين طلب هو إصدار مذكرات اعتقال، وسنرى فيما إذا ستصدر المحكمة التمهيدية هذه المذكرات، سيكونون مقيدين حركة كما تفضلتم. هناك دول أوروبية، مثلا 27 دولة أوروبية في الاتحاد الأوروبي رحبت بتحركي هذا تحركي كريم خان،
وفيما عدا ألمانيا بالطبع، وقادت هذا الترحيب فرنسا، وبالتالي سيصعب على أي من المتهمين أو مطلوب إصدار مذكرات توقيف بحقهم دخول أوروبا من الآن فصاعد، وخاصة إذا وافقت المحكمة التمهيدية على طلب كريم خان، حينها لن يتمكنوا، لأن دخولهم أي أراضي أوروبية أو أراضي أفريقية، هناك أكثر من 30 دولة أو 34 دولة أفريقية عضو في المحكمة الجنائية الدولية. نعم. تضطر هذه الدول بموجب التزاماتهم لنظام روما بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى لاهاي. طلال، هل يمكن التهرب من هذا القرار؟ بمعنى الفلبين بعام 2019 انسحبت وتهربت من أحد القرارات من تنفيذها. لا يمكن التهرب، القرار صدر، وانسحابك لا يلغي الجريمة. وحتى إذا لم تكن الدولة عضوة، مثل بوتين وماريا بالوفا التي اتهم وصدر بحقهما في مارس الماضي مذكرات اعتقال، هي دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، روسيا والصين كذلك والولايات المتحدة، جميع الدول العظمى ليست فيما عدا فرنسا وبريطانيا، ولكن ذلك لا يلغي حتمية تنفيذ هذه القرارات، مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء. ويعني يجب أن نحتفل صراحة أو نحيي مثل هذا التحرك، وتحرك هام جدا في هذا الوقت، ويذكر بأن هناك مؤسسات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. شكراً. لا تقبل أو تحاول أن تقاوم ثقافة الإفلات من العقاب وارتكاب الجرائم. من نيويورك مدير مكتب العربية طلال الحاج، شكرا لك. زيلينسكي لم يعد رئيسا لأوكرانيا. نظريا قد يبدو الخبر صحيحا، كما أن هذا هو موقف موسكو التي ترى أن زيلينسكي لم يعد يعتلي السلطة في البلاد مع انتهاء ولايته الرئاسية، غير أن الرجل لا يزال متشبثا بمنصبه، حيث قال بالحرف في حوار لوكالة رويترز: أنا الرئيس. وأعلن زيلينسكي في ذات الحوار أن فترة ولايته كرئيس للبلاد لم تنتهي بعد، فهي مستمرة بحسب قانون الأحكام العرفية، وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا نهاية مارس الماضي، لكن هذا الاستحقاق ألغي في ظل استمرار الحرب. السؤال الذي يطرح الآن: أي وضع دستوري يحظى به زيلينسكي الآن؟ نتابع الإجابة مع وسام الذهبي. تساؤلات عديدة تطرح الآن بخصوص الوضع الدستوري للرئيس زيلينسكي بعد نهاية ولايته. دستورياً تنص المادة 103 من الدستور الأوكراني على أن الرئيس ينتخب لمدة 5 سنوات، إلا أن المادة 108 من الدستور نفسه تنص على أن يستمر في منصبه حتى يتم تنصيب رئيس جديد. في نفس الوقت هناك قانون قائم منذ فترة طويلة يمنع إجراء الانتخابات عندما يكون القانون الاستثنائي للأحكام العرفية ساري المفعول، وهو الحال في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022. ومن المتوقع أن يستمر القتال الروسي الأوكراني لسنوات، ما يعني أن قانون الأحكام العرفية قد يستمر أيضا، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات قد يكون أمرا مستبعدا. ويشغل زيلينسكي منصب الرئيس منذ مايو 2019، أي قبل أقل من 3 سنوات من بداية العملية العسكرية الروسية.
يأتي النقاش الدستوري بخصوص شرعية رئاسة زيلينسكي في خضم تطورات ميدانية مهمة تشهدها ساحة المعركة بتسجيل روسيا لتقدم ملموس سيما في الشمال الشرقي لأوكرانيا. طبعا التطورات الأخيرة غيرت أيضا من الاستراتيجية العسكرية للطرفين، حيث اشتعلت حرب المسيرات في سماء البلدين، وأصبح الجيشان الروسي والأوكراني على حد سواء يستخدمان نوعين من المسيرات، الطائرات المسيرة التقليدية والمسيرات البرية الانتحارية التي أصبحت أكثر انتشارا في الفترة الأخيرة. الدرونات قد أصبحت السلاح الأكثر انتشاراً وربما الأكثر فعالية في الحروب الأخيرة، فالوضع قد لا يستمر كذلك في المستقبل القريب. فالمساعي لإيجاد سلاح مضاد وفعال لهذا السلاح أتت بثمارها ربما، فقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن اختبار تكنولوجيا أسلحة جديدة أطلقت عليها اسم قاتل المسيرات، هكذا أطلقت عليها. تستخدم هذه التقنية لموجات الراديو غير المرئية لتعطيل المسيرات تكنولوجيا وإسقاطها على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات. طبعا تستطيع التكنولوجيا الجديدة صد المسيرات في البر والجو والبحر، كما بمقدورها اكتشافها وتتبعها أيضا. يستطيع أيضا السلاح الجديد التعامل مع عدد كبير من الأهداف في آن واحد، وذلك داخل مدار اشتعاله. هذا وتعد هذه التكنولوجيا الاقتصادية اقتصادية جدا من حيث التكلفة مقارنة بأنظمة الدفاع التقليدية التي تستخدم الصواريخ، وقد يتم استخدام هذا السلاح للمرة الأولى في حرب أوكرانيا، حيث أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت تشابس سعي بلاده لتسريع عملية الإنتاج هذه حتى يتمكن الأوكرانيون من الحصول عليه. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأمريكي تقدما كبيرا في المحادثات مطلع هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الجانبين اقتربا أكثر من أي وقت مضى من اتفاق صار الآن شبه نهائي، فيما أفاد التقارير بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية. اتفاقيات استراتيجية أمريكية سعودية بانتظار طبعا أن تصل لصيغتها النهائية. روان، ما تفاصيل هذه الاتفاقيات؟ راوي اللقاء الأخير للأمير محمد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي تطرق لمباحثات تتعلق في الاتفاقيات ثنائية دفاعية وأخرى تتعلق بالطاقة النووية المدنية وأخرى من غيرها من المجالات. نعم. بحسب ما جاء في وكالة رويترز فإن الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية المدنية تطرقت للقضايا الرئيسية التي ينطوي عليها الاتفاق النووي بين البلدين. رغبة السعودية بإبرام اتفاق للتعاون النووي مع الولايات المتحدة وفق رويترز يأتي انطلاق لرؤية السعودية 2030 والتي تسعى من خلاله المملكة لتوليد طاقة متجددة كبيرة وخفض الانبعاثات، ومن المتوقع أن تشارك الطاقة النووية في جزء من ذلك على الأقل. فيما تستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المدني مع السعودية من نواحي استراتيجية وتجارية تتمثل ببناء تحالف أوسع وتعزيز العلاقات الأمريكية مع الرياض في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في المنطقة، وستكون الفائدة التجارية في وضع قطاع الصناعة الأمريكي في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، حيث تتنافس شركات الطاقة النووية الأمريكية مع نظيراتها في روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية.
لكن الاتفاق الثنائي يتطرق لأبعد من مجال الطاقة النووية، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أن المفاوضين الأمريكيين والسعوديين يسعون للتوصل لضمانات أمريكية رسمية للدفاع عن المملكة، إضافة لحصول السعودية على أسلحة أمريكية أكثر تقدما مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية والحد من الاستثمارات الصينية في البلاد. كما أضاف المسؤول الأمريكي أن المفاوضين يناقشون بيع واشنطن طائرات مقاتلة من طراز F-35 وأسلحة أخرى للسعوديين في إطار الاتفاق، لجانب تبادل تقنيات ناشئة منها الذكاء الاصطناعي. شكرا لك روان. طبعا نناقش هذه التفاصيل مع ضيفتنا من واشنطن هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا بك معنا سيدة هبة. يعني هناك تفاؤل واضح بتصريحات البيت الأبيض عن قرب هذا الاتفاق والإعلان عنه بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالتصريحات يقولون بأن التوقيت غير محدد، لماذا وبماذا يرتبط؟ يعني إدارة الرئيس بايدن تتعجل توقيع هذا الاتفاق الأمني مع المملكة العربية السعودية في أقرب فرصة، لأن سجل الرئيس بايدن مليء بالإخفاقات، سواء في أفغانستان، في مع إيران في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي، أو في استمرار الحرب الروسية، وبالتالي يحتاج الرئيس بايدن إلى إنجاز ما يحقق له نجاحا سياسيا في خضم سباق انتخابي مشتعل. وبالتالي كانت زيارة سوليفان إلى المملكة العربية السعودية ولقائه مع سمو الأمير محمد بن سلمان مثمرة للغاية، ولكن في المقابل كانت زيارته إلى إسرائيل محبطة وفاشلة في تحقيق أهدافها، سواء فيما يتعلق بإيقاف الحرب أو إيصال المساعدات أو الاتفاق على أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية، كما وضعت المملكة العربية السعودية الشروط لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وبالتالي ما أعرب عنه وزير الخارجية الأمريكي اليوم داخل الكونغرس هو أن الكرة في ملعب إسرائيل، وبالتالي هذه الاتفاقية ثلاثية الأبعاد، سواء في الاتفاق الأمني والعسكري أو الاتفاق النووي أو اتفاق تطبيع واتفاق سلام، يرتكز في أساسه على أن تتضامن الدول الثلاث على هذا الاتفاق، وبالتالي يكون هناك كما قال وزير الخارجية السعودي أن يكون هناك خطوات ذات مصداقية وجدة ولإقامة دولة فلسطينية. الآن الإدارة الأمريكية تحاول تضييق الفجوة إلى حد كبير، لأن بالنسبة لإدارة بايدن التوصل لإبرام هذا الاتفاق الأمني والتعاون النووي مع السعودية يحقق لها الكثير من المنافع، كما ذكر التقرير، منافع سياسية ومنافع انتخابية وأيضا منافع اقتصادية وتجارية. سيدة هبة، هل أصبحت إسرائيل عقبة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أمام حل السلام في المنطقة ومعرقلة لهكذا اتفاق تحتاجه إدارة بايدن وتحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، بالتأكيد هناك تعنت إسرائيلي وعدم إصغاء إسرائيلي للنصائح الأمريكية، لأنه ربما يكون لدى نتنياهو رهانات أنه بمجيء الرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة مرة أخرى في نوفمبر القادم قد يستطيع تحقيق مثل هذا الاتفاق للتطبيع مع المملكة السعودية دون أن يقدم تنازلات تطلبها منه إدارة بايدن في الوقت الحالي. وبالتالي كما قال بلينكن، الكرة في ملعب إسرائيل، وهي التي تعيق إنهاء العمليات العسكرية وتخاطر ب يعني نوعا من العداء مع القوى الإقليمية، سواء المملكة العربية أو مصر أو دول إقليمية أخرى، بالاستمرار في هذه العمليات في رفح وعدم وجود نية لوضع خطة لما بعد العمليات العسكرية وأفاق سياسية
لأسلوب الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب وأفاق سياسية لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. سيدة هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم وتتابعون بعد الفاصل. محاكمة 3 مسؤولين سوريين غيابيا في جرائم ضد الإنسانية. أهلا بكم. للمرة الأولى في فرنسا محاكمة غيابية لمسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بأشكال وطرق مختلفة. المحاكمة الغيابية انطلقت اليوم، حيث تضم هيئة محكمة الجنايات في باريس 3 قضاة من دون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى 4 أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء. ولأول مرة سيتم توفير الترجمة باللغة العربية للجمهور خلال جلسات المحاكمة التي تتعلق بمسؤولين سوريين بارزين حسب ما نشرته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. دونالد ترامب، هذا الرجل الذي لا يكاد يمر يوم إلا وهو يتصدر العناوين، لكن هذه المرة ليس بسبب تصريح أدلى به أو تصرف قام به، وإنما بسبب فيلم عرض في مهرجان كان، فيلم The Apprentice الذي يتحدث عن سيرة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات القادمة. طبعا تفاصيل هذا الفيلم والذي أثير حوله الكثير من الجدل ولم يعجب ترامب، لماذا يا فلك؟ روي، يعني منذ اللحظات الأولى لعرضه وردود الفعل المتباينة تتوالى عليه. فيلم The Apprentice الذي عرض ضمن مهرجان كان السينمائي صور ترامب في بداية مسيرته كقطب عقارات في السبعينات والثمانينات في نيويورك بصورة مهني ساذج إلى حد ما، ثم يغير مبادئه عندما يكتشف حيل السلطة جنبا إلى جنب مع معلمه المحامي السابق الخاص له روي كوهن المرتبط ارتباطا وثيقا بمافيا نيويورك. الفيلم أظهر مشاهد مثيرة للجدل لترامب الذي يؤدي دوره سيباستيان ستان مع زوجته الأولى إيفانا التي تؤدي دورها ماريا باكالوفا، إضافة لمشاهد أخرى من بينها ترامب وهو يتناول حبوب الأمفيتامين أو يخضع لعملية شفط دهون وجراحة لزرع الشعر. الفيلم بدأ برسالة رفع مسؤولية تنص على أن الكثير من الأحداث المعروضة على الشاشة من نسج الخيال. الفيلم الروائي للمخرج الإيراني الدنماركي علي عباس، ويبدو أنه بالفعل سيترك بصمة من خلال هذا الفيلم حيث لم يمر مرور الكرام وأثار استياء ترامب. فريق حملته الانتخابية بدأ إجراءات قانونية بحق الفيلم منددا بما اعتبره تشهيرا خبيثا بحتا. إلى ملفنا الرياضي لليوم، حيث نشر نادي ليفربول عبر موقع لينكدإن بحثاً عن وظيفة جديدة ضمن الجهاز الفني المساعد للموسم المقبل، وطلب نادي ليفربول المؤهلين للوظيفة محلل ضربات ثابتة بإرسال السيرة الذاتية من أجل اختيار أحدهم للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد. حول هذا الخبر ينضم إلينا هنا في الاستوديو وحيد المصري الصحفي الرياضي في شبكة العربية، أهلا بك وحيد. أهلين. يعني لماذا نادي بحجم ليفربول يعني يستعين بلينكد إن يعني هكذا وظيفة؟ طبعا الوظيفة التي يبحث عنها ليفربول شديدة التخصص، يعني كرة القدم لم تعد مثل ما كانت سابقا أيام الخمسينات والستينات وما قبل، مدرب ربما شخص مساعد أول وشخص ثالث يقوم بأداء تمارين لياقة للاعبين. كرة القدم أصبحت شديدة التعقيد بكل بساطتها، أصبحت معقدة جدا بكل التفاصيل، وسباق نيل اللقب أو نيل النقاط المطلوبة في المسابقات أو تفادي الهبوط يحتاج إلى البحث عن كل التفاصيل الممكنة. يعني أنت كالطالب الذي تدرس جميع الفصول في الكتاب ولا يمكن أن تترك سطرين في نهاية الكتاب المقرر، لأنها قد تكون هو الفيصل في إحرازك لنقطة إضافية تحسم لك لقب. ولكن وحيد، هو تعاقد مع مدرب هولندي، عادة المدرب عندما يأتي يعني يجلب معه طاقمه الفني ومساعديه وما إلى ذلك.
صحيح. لماذا لم تتم الاستعانة بهؤلاء؟ صحيح. المدرب الجديد الهولندي أرني سلوت قادم معه 3 من المساعدين، لم يتم الإعلان رسميا عنهم، لكن المتوقع أنهم قادمون معه من نادي فاينورد. لكن هذه الوظيفة تحديدا جديدة التخصص، فلذلك يبحث نادي ليفربول عن موهبة أو شخص يمتلك الإمكانيات والخبرة والقدرة، حتى لو كان بحثه على مستوى العالم ككل. ليفربول الموسم الذي انقضى حاليا سجل 15 هدفا من كرات ثابتة. كرات ثابتة طبعا هي الضربات الحرة أو الضربات الركنية التي يرفعها اللاعب ويسجلها زميل له، أو رميات الجانبية، رميات التماس كما نسميها، كل هذا تحت مفهوم الضربات الثابتة. هذا يعني جدا متخصص الموضوع، يحتاج إلى شخص يجلس مع اللاعبين فرديا ويقوم بتحليل المباريات وما يحدث فيها، وأيضا المنافسين، ليس فقط لاعب الفريق، المنافسين بكل التفاصيل. شاهدنا يعني سابقا في ليفربول كان من يقوم بهذه المهمة 2 من مساعدي المدرب السابق يورجن كلوب، الآن يعني يحتاج إلى شخص متخصص فقط في هذه الجزئية. ما تقوله هل يعني بأنه إن كان استعانة ليفربول بلينكدإن أو غيرها من التطبيقات المتخصصة بالتوظيف، هناك تغير بمعايير التوظيف بكرة القدم عالميا؟ طبعا كرة القدم ليست فقط لعبة عالمية بالبحث عن المواهب من اللاعبين حول الكرة الأرضية، لكن أنت تبحث عن من يقود هذه المواهب، من مدربين، أخصائيين تغذية، أخصائيين نفسيين، أخصائيين بأمور متعددة، لا يهمك جنسيتهم أو البلد الذي هم فيه. ربما نجد هذا الشخص الذي سيتعاقد معه ليفربول من بلد عربي، بشرط أن يمتلك الشهادات المطلوبة والخبرة والقدرة على التعامل مع اللاعبين. يعني هنا ما تمتلكه من مؤهلات هو الدافع الأساسي وهو طبعاً الذي يحكم. يعني في السنوات الماضية ليفربول خسر لقب الدوري الإنجليزي على مليمترات لكرة لم تعبر الخط، فارق أهداف نقطة واحدة في الرصيد عن مانشستر سيتي. يعني التفصيل الصغير مع تراكمه على مدار الموسم سيكون له مفعول كبير. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وحيد المصري، شكرا جزيلا لك. العالم ليلى انتهى، القادم خارج الصندوق على شاشة العربية. لم يبقى إلا أن نذكركم بأبرز العناوين. طهران تودع رئيس مراسم الوداع الأخير، تصل طهران وتتواصل في تبريز وقم. وفاة رئيس قد تشعل السباق في إيران وتفتح باب المنافسة على خلافة خامنئي. قرار الجنائية الدولية بخصوص قادة إسرائيل يستنفر أمريكا، وبلينكين يؤكد نعمل مع الكونغرس على رد مناسب. زيلينسكي للعالم: أنا الرئيس. فبعد انتهاء ولايته الرئاسية موسكو تصرح زيلينسكي لم يعد رئيسا لأوكرانيا. للمرة الأولى في فرنسا محاكمة غيابية لمسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بأشكال وطرق مختلفة. وفي خارج الصندوق بعد قليل مع إعلان البيت الأبيض قرب التوصل إلى اتفاق مع السعودية، نطرح كل الأسئلة المتعلقة بملامح هذا الاتفاق وشروطه. ولدينا أيضا انتخابات الإخوان في الأردن، ما هي انعكاسات النتائج على المشهد الداخلي؟